اخبارنا اللي بتهم كل الشعب المصري وبتخص كل الشعب المصري. خليني ابدا معاكم النهارده بخبر ايجابي شويه. بيقولوا ان تم اكتشاف او كشف عن اكتشاف اثري كبير في مصر، ونجحت البعثه الاثريه المصريه العامله بالفيوم في الكشف عن مبنى جنائزي ضخم من العصر البطلمي والروماني. وقالوا ان هناك عدد من النماذج من البرتيريهات في الفيوم، وذلك اثناء موسم الحفائر العاشر للبعثه خلال الشهر الجاري. مصطفى وزير الامين العام للمجلس الاعلى للاثار قال ان ما تم كشفه بالموقع بيوضح التنوع والاختلاف في دقه وجوده عمليه التحنيط خلال العصر البطلمي والروماني، والتي تشير الى المستوى الاقتصادي للمتوفى، وذلك بدءا من التحنيط عالي الجوده وصولا الى الدفنات ذات الطابع البسيط. يعني في اكتشافات اثريه، في اكتشافات اثريه بيكتشفوا كشف عن مبنى جنائزي ضخم ونماذج من برتريهات الفيوم بموقع جرزه الاثري بالفيوم. طيب يبقى احنا عندنا اكتشاف، الحمد لله، وبنقول ان ده خبر ايجابي. ايوه الحمد لله خبر ايجابي، وبنكتشف اكتشافات في علم الاثار، وبتلاقي برتريهات وبتلاقي حفريات وبتلاقي تماثيل. ممتاز جدا هذا الكلام. انجاز عظيم، عظيم. انجاز هايل، ايوه هايل. انجاز بنصفق له ونرفع له قبعه، يا عم زي الفل، ممتاز جدا. بس لو انت دورت شويه في ملف الاثار هتلاقي كثير من القضايا اللي احنا دايما بننبش عنها وبنتكلم فيها وبنحاول نفك شفرتها عشان نعرف هي اثار بلدنا بتروح فين. عندنا صوره مضيئه هي دي الاكتشافات اللي احنا شفناها دلوقتي، وعندنا صوره كمان مظلمه بتتحدث عن مشكلات في كثير من الاثار المصريه اللي احنا مش عارفين هي فين دلوقتي. وبعد شويه بنلاقي نفسنا اتفاجئنا ان هناك متحف اللوفر في ابو ظبي الامارات في اثار مصريه، ومتحف اللوفر فرنسا في اثار مصريه، وبعض المتاحف في امريكا فيها اثار مصريه. فبيروحوا فين ويطلعوا ازاي؟ زي ما انت بتكتشف لازم تعرف ان هناك كثير من الاثار المصريه بتخرج من مطار القاهره الى خارج البلاد. ويرجع يقول لك امسك يا جدع، الحمد لله احنا قبضنا على الفنانه منى شلبي وهي جايبه مخدرات. ممتاز جدا يا عم، امسك احنا مسكنا المش عارف المين المرتشي وهو طالع. ممتاز جدا، انت بتعمل شغلك على اكمل وجه. لكن هناك الوجه الاخر، وهو ان هناك عدد كبير من الاثار المصريه اللي بتخرج وبيتم تهريبها خارج البلاد من المطارات الرسميه وانت ما بتاخدش بالك. واللي خلاك تمسك شنطه فيها شويه مخدرات يخليني اقول مش ان انت ما بتاخدش بالك بقى في موضوع الاثار، لا، ان انت يمكن تكون واخد بالك ومصهين ومطرمخ ومعديها. وبنكتشف بعد شهور ان في محكمة في امريكا بتناقش قضية الاثار المهربة من مصر الى الولايات المتحدة الامريكية، وبنتفاجئ من الصحف الأجنبية وليس من الصحف المصرية. وانت بتعمل شوية اكتشافات، ممتاز جدا. خليني اقول لك شوية حاجات برضو في هذا القطاع. مسجد، عشان احنا اتكلمنا قبل كده في فكرة العمل على تشويه شكل مصر الحضاري. البلد يا جماعة ما هي إلا مجموعة من الآثار ومجموعة من الأماكن اللي الناس بتعتز بيها ومجموعه من الناس. يقول لك مسجد الفلاني في الحته الفلانيه، مسجد عمرو بن العاص في القاهره من المساجد الاثريه، الجامع الازهر دي من معالم القاهره، الحسين منطقه السيده، منطقه الحسين السيده نفيسه من معالم القاهره، قلعه صلاح الدين، قلعه مش عارف قايتباي في اسكندريه من معالم اسكندريه، صلاح الدين في القاهرة وقايد باي في اسكندرية، قصر المنتزة من معالم اسكندرية. لما تيجي تشوه يبقى أنت بتدمر شكل مصر الحضاري، صح ولا إيه؟
خليني اقول لك ان في مسجد اسمه مسجد مدش ميرزا الاثري، ده مسجد من المساجد الاثريه الاسلاميه في مصر. نشر في جريده الوقائع المصريه في عددها اللي صدر او في عددها رقم 266 اللي صدر سنه 2022 قرار وزاره السياحه والاثار رقم 10 لسنه 22 بشان شطب مسجد اثري بني في العصر العثماني، مدش ميرزا. موجود في حي بولاق ابو العيله في القاهره. وتم شطبه من سجلات الاثار الاسلاميه والقبطيه واليهوديه في 2013. اسف في 2022. في 2013 كانت وزاره الاثار قامت بترميم مسجد مدش ميرزا اللي كانوا بيقولوا عليه مسجد الامير مصطفى. ده مسجد اثري. احد المواطنين في بولاق ابو العيله هدم المسجد ده في 2013 وبعدين رجعوا رمموه وبنوه. والتكلفه وقتها قدرت ب 27 مليون جنيه. وكان مقرر افتتاحه في اطار خطه وزاره الاثار لفتح العديد من المزارات الاثريه الاسلاميه لتنشيط السياحه في مصر. لكن دلوقتي جايين يقولوا تم شطب هذا المسجد من الاثار الاسلاميه المصريه. يبقى انت بتدمر وتشوه شكل مصر، بتهدم اثر من الاثار، معلم من المعالم. فاكر من حوالي 3 شهور كنا اتكلمنا على موضوع طه حسين، مقبره طه حسين، لما كانوا عايزين يهدوا المقبره واتكتب كده واتشطب على المقبره ومكتوب جنبها ازاله، لو فاكرين الصور. ليه بقى؟ اهي دي المقبره، مقبره طه حسين، ازاله، هيزيلوا المقبره. الكلام ده كان من فتره واتكلمنا عن الموضوع، بعدين رجعوا قالوا ما حصلش، وبعدين حفيد طه حسين طلع اتكلم وفرنسا قالت يا جماعه طب هاتوا فرنسا قالت طب هاتوا رفات عميد الادب العربي طه حسين عندنا، طالما انتم مش عايزين تخلوه عندكم وعايزين تهدموا المقبره. طب هيتم ازاله المقبره ولا لا؟ محدش عارف. عارف ليه محدش عارف؟ لان احنا في مصر بنفتقد ونفتقر الشفافيه. كل يوم تصحى على خبر مختلف، انت مش عارف ايه اللي بيحصل. يقول لك هيزيل، الحق يا جدع هيزيل المقبره، لا مش هيزيل المقبره. بعد ما حصلت ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي طلعوا قالوا ان لا مفيش ازاله للمقبره. يبقى احنا يا جماعه بنتكلم على جزئين في الموضوع، الجزء الاولاني انه بيحاول يشوه شكل مصر الحضاري زي ما احنا بنسميه، وكمان مش عايز اقول بيكذب لكن لا ينقل الحقيقه. طيب في موضوع هدم المقبره بتاعه طه حسين ده خليني ارجع لك شويه ورا، طلع مراسل القاهره 24 وعمل بث مباشر من امام مقبره ادي عميد الادب العربي طه حسين. خلوني اوريكم بقى ايه اللي حصل من قدام المقبره. الكلام ده من فترة، من حوالي شهرين ثلاثة واتكلمنا عنه، لكن خلونا نفكركم عشان التكرار بيعلم الشطار. اهلا وسهلا بحضراتكم متابعين كايرو لايف قناة القاهرة 24 في كل مكان. احنا النهاردة موجودين امام مقبرة عميد الادب العربي طه حسين زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده. مكتوب على المقبرة كلمة ازالة. قربنا لحضراتكم اكتر، مكتوب هنا مقبرة طه حسين زي ما حضراتكم شايفين كده، اسم عميد الادب العربي مدون على المقبره، وتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاه، تاريخ الميلاد سنه 1903 لا او ده تاريخ بناء المقبره، وتاريخ الوفاه سنه 1989. المقبره دي فيها 8 رفات. حصل خلافات كتير ما بين او تصاريح كتير ما بين محافظه القاهره واسره عميد طه حسين عميد الادب العربي. زي ما حضراتكم شايفين مش المقبره بس اللي هيتم ازالتها، المقابر المجاوره بدا بالفعل في ازالتها او تم ازالتها. دي مقبره مجاوره لمقبره عميد الادب العربي طه حسين، تم ازالتها بالفعل زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، او تم البدء في ازالتها اهو، تم نقل الرفات. ادي المقبره من الداخل اهو، تم نقل الرفات. دي المقبره المجاوره لمقبره عميد الادب العربي زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا داخل المقبره المجاوره. المقبره مفتوحه خالص اهي، وتم نقل الرفات، تم نقل الجسامين الموجوده بداخل المقبره. في اعمال حفر واعمال بناء لمحور ياسر رزق اللي هيتم
تشيده بالمنطقه متواجده هنا هي في المنطقه زي ما حضراتكم شايفين، والكاميرا واعمال الهدم للمقابر المجاوره، يمكن اعمال الهدم واضحه جدا في الصوره. طيب يبقى اعمال هدم قدام المقبره وخلاص هيهدموا المقبره، وبعدين رجعوا قالوا لا، لما حصلت ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والناس قالت يا جماعه ما ينفعش وما يصحش وفرنسا طلبت، فقال لك لا خلينا نحترم نفسنا احسن وما نتعاملش في هذا الملف دلوقتي ونيمه شويه لحد ما نشوف بعد كده هيحصل ايه. طيب ملف الاثار في مصر ايه قصته؟ يعني القصه مش قصه هدم ولا تشويه ولا تنكيس، لا، كثير من القطع الأثرية مهربة. خليني أقول لك مثلا إن عدد كبير جدا من القطع الأثرية هربت. الكلام ده مثلا اتنشر في البوابة نيوز، عارف أنت البوابة نيوز؟ تعرف مين البوابة نيوز دي؟ عبد الرحيم علي، صح؟ عبد الرحيم علي البوابة نيوز. أثريون قالوا الكلام ده مش النهارده بالمناسبة، الكلام ده من نقول مثلا 4 5 سنين، لكن لما تيجي تقرب شوية هتلاقي كثير من الأخبار اللي بتبين زيادة هذه الأعداد اللي نشرت مثلا في 2017. عدد من الأثريين تداولوا تقرير منسوب للإدارة المركزية للمخازن المتحفية تضمن اختفاء وسرقة 32638 قطعة أثرية اختفت من 27 مخزن متحفي. القطع دي مقيدة بإجمالي 4360 رقم في السجلات. كمان تضمنت قاعدة البيانات 892 قطعة أثرية مباعة. هذه القطع الأثرية المباعة كانت في حوزة أحد الأشخاص قبل إقرار قانون الآثار. وقيدت هذه القطع بإجمالي 247 رقم في السجلات. التقرير المتداول قال ان قاعدة البيانات اللي تم اعدادها على نحو بيتضمن رقم الاثر والوصف بتاعه والمد وتاريخ الكشف وصورة الاثر وتاريخ الفقد واللجنة اللي اثبتته تم الانتهاء منها قبل عدة اشهر، حيث تم اعدادها بناء على تقارير المخازن ولجان الجرد. الكلام ده كان في 2017، وقالوا ان هتتم مراجعتها وتدقيقها وتحديثها مع كل نتائج اعمال الجرد في حال انتهائها، وما ستسفر عنه من بيانات في حينه، على ان يتم ارسال نسخه الى كل من اداره الاثار المستردة ونسخه للانتربول الدولي ونسخه لشرطه السياحه. عايز اسالك بقى سؤال يا عم ابراهيم، من 2017 بعد ما بعتوا هذه النسخ لشرطه الاثار والانتربول كام قطعه اثريه كمان هربت خارج مصر؟ طب كان فين شرطة السياحة وكان فين الانتربول وكان فين شرطة المطار اللي سمحت بتهريب هذه القطع؟ واحنا بنتكلم من 2017 ل 2022، يعني اكتر من 5 سنين، احنا داخلين في 23 كمان اهو، اكتر من 5 سنين واثار مصر تهرب خارج مصر. فين بقى؟ قلت لك انا في الامارات اللوفر ابو ظبي واللوفر فرنسا وفي امريكا وفي كثير من دول العالم. الحمد لله الاثارنا بتتفسح حول العالم. خلونا كده نشوف الاثار المصريه العظيمه وهي تزين متحف اللوفر في ابو ظبي. آثار مصر المهربة، هاتي حسان والله كده على الشاشة كده للناس عشان تعرف. بص آثار مصر اللي قدام حضراتكم ديت موجودة مش في مصر، هي آثار مصر لكن آثار مصرية على أراضي غير مصرية في الإمارات، وفي زيهم في فرنسا بالمناسبة، وفي زيهم في كتير من دول العالم. اعمل سيرش كده واسأل عن أسعار
أو آثار مصر المهربة. تفتكر أنت من فترة كده كان ذكر اسم السفير الإماراتي وبعض القيادات في تحقيق لتهريب الآثار. خليني أقول لك خبر من الأخبار السريعة برضو، أن دايرة من الدوائر اتكلمت عن هذا الموضوع وقررت، دايرة 16 في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تنحي عن نظر القضية المعروفة إعلاميا بالإتجار في الآثار. اتهم فيها رجل أعمال حسن راتب ونائب البرلمان السابق علاء حسنين، فاكرينه طبعا، 21 آخر، وكان اتهم فيها السفير الإماراتي. يبقى أنا عايز أقول لك ولازم ناخد بالنا قوي إن هذه هي آثارنا المصرية. فين؟ في كل حتة بقى، في الإمارات تلاقي، في فرنسا تلاقي، في أمريكا تلاقي، في بلجيكا هتلاقي، هناك في كندا هتلاقي، هتلاقي آثار مصر في كل المتاحف حول العالم، لكن في مصر موجودة الآثار المصرية ولكن مثلها أو أقل بقليل خارج حدود مصر وخارج البلاد المصرية. لكن هو فين؟ بره. بره فين؟ في أي دولة من الدول بيتفسحوا وهيرجعوا بعد شوية.